في أمراض كتيرة سببها سوء استعمال الجسد، والجسد آلة، حكمه حكم أي آلة، في حاجة إلى محافظة وعناية ومتابعة وصيانة. ثم في أكسسوارات ضرورية للجسم، بعد سن 40 لازم نظارة، بريسبايوبيا بيسموه، عشان تساعد العدسة. العدسة مع السن، العدسة اللي جوه العين مع السن تبتدي يجي لها زي نوع من التصلب، فتبقى محتاجة لمساعدة خارجية. أيضا خلع سنة، حشو سنة، تركيب كوبري. ثم مسائل مهمة جدا للنفسية السوية للإنسان، إننا نعرف النفسية مرتبطة جدا بسلامة الجسم. الزواج في السن المناسب ضروري للنفسية المتوازنة، الصداقة، الحنان، الانشغال بالنافع من الأمور، الحياة في أسرة، الحياة في مجموعة، الحرص على أن يكون لك دور زي النحلة الشغالة. كل دي حاجات مهمة للجسم لأنها مربوطة بالرضا الداخلي وبالراحة الداخلية وبالشهية للأكل والنظافة الخارجية والنظافة الداخلية. النظافة الخارجية معلومة، فرشة السنان والسواك والحمام والدش وغسيل الإيدين والفم والأطراف دوريا، قص الأظافر، ترجيل الشعر، ده مفهوم. إنما النظافة الداخلية هي دي المشكلة. النظافة الداخلية ملهاش إلا وسيلة واحدة وهي الصلاة. ليه؟ لأن أولا هي إيه النظافة الداخلية؟ يعني إيه النظافة الداخلية؟ وهي إيه القذارة النفسية اللي عاوزين نزيلها؟ القذارة النفسية هي الأحقاد والأضغان، الكراهية، الغيرة المجنونة، الشك الأبلة، توافه الأمور، النزوات، الشهوات، القلق، الهواجس، الوساوس، كل دي قذارات داخلية. وكل ده بنطرحه ورا ظهرنا ساعة ما نخش على الصلاة ونقول الله أكبر في تكبيرة الأحرام، الله أكبر من كل التوافه دي، بنطرحها ورا ظهرنا وبنعتبر ربنا هو الوكيل وهو اللي بيتولانا وهو اللي هيحل كل المشاكل دي، ونخش على الرحاب الإلهي في حالة غسيل تام وخلوص. بنعمل حالة تخلي وتبري وطرح ورا الظهر لكل حاجة في لحظة، وعشان كده يجي هدوء داخلي غريب لحظة الدخلة في الرحاب الإلهي. دي هي النظافة الداخلية. ونسجد فتتنزل علينا الرحمات. الصلاة بهذا المعنى ضرورية جدا وملهاش بديل. يعني يقول لك الكتاب حتة مزيكا، خش مسرح، تفرج على باليه، لا ده له وظيفة تانية، دي حاجات ظريفة برضو لكن لها وظيفة تانية خالص مختلفة عن وظيفة الصلاة. الصلاة نوع من التطهير الداخلي، نور، لأن فيها عملية طرح وخلوص وتبري وتخلي، تجرد، يسموها تجرد. الواحد بيقلع كل حاجة، وضمنا كمان يقلع هدومه ويقلع الهدوم الداخلية الوسخة بما فيها من أحقاد ووساوس وهواجس وأفكار وحشة وأبغان وأحقاد، بيقلع ده كله ويتجرد ويخش على ربنا في حالة خلوص. دي حاجة ما تعملهاش إلا الصلاة. إنما حتة مزيكا أو كتاب أو مسرحية أو كل الحاجات دي، ده نوع من الزواء والذكور الداخلي، نوع من الثقافة، نوع من العلم، نوع من البهجة الداخلية، حاجة تانية خالص، وظيفة مختلفة. لأن المطلوب في الطهارة الداخلية حالة تجرد، خلع، تبري، ودي حاجة ما تعملهاش إلا الصلاة. ثم هي الصلاة بتبقى شبيهة بنوع من الرصيد، ربنا جعل لكل واحد رصيد متاح له يقبض منه، رصيد من الرحمة. فهي نوع من العناد والمكابرة الغريبة، هو مين اللي محتاج؟ وربنا مش محتاج لصلاتنا مطلقا، لكن احنا اللي محتاجين، واحنا عندنا رصيد متاح عنده من الرحمة. والله مش عاوزين ناخده، اللي مش عاوز ياخده مش عاوز، لكن هي مجرد الانسان لما يسجد
في عبودية يبقى مستحق للمنحة، منحة الرب على طول. مجرد هذه السبدة وبمجرد رسم العبودية ساعة الإنسان يسجد ويقول اهدنا الصراط المستقيم، لحظة طلب الهداية على طول تتنزل الرحمات من ربنا سبحانه وتعالى. فما فيش حاجة الحقيقة تحل محل الصلاة أبدا. ثم الصلاة هي نوع من إحياء الباطن وربطه بمنبعه بالنور الأصل بالله سبحانه وتعالى. ومن غير هذا الربط بينقطع الحبل السري بين الروح وبين أصلها، وتبتدي حالة فقر روحي داخلي وتعكير وعتامة وران يرين على مراية النفس شوية شوية لغاية ما تبقى كلها هباب. وبسبب هذا الهباب الداخلي وانقطاع حبل المادة بين الإنسان وبين ربه بتحصل حالات اليأس الفظيع، وبتحصل ان ينتحر المنتحرين ويضل السفاحين القتلة. فأكن دي حالة داخلية مش ممكن الإنسان يحصل عليها أبدا إلا باللجوء لمصدرها. هتجيب نور من إيه؟ ما هو ما فيش إلا مصدر واحد للنور، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض. فما فيش إطلاقا وسيلة للنور الداخلي إلا بهذا الربط بين الإنسان وبين رب. والصلاة هي الصلة، حتى كلمة صلاة يعني الصلة. فيعني موضوع النظافة الداخلية موضوع مهم تمام زي النظافة الخارجية. لو الإنسان اهتم بيه زي حكاية الفرشة الصبح، وزي حكاية الحمام، وزي حكاية ترجيل الشعر، لو أدرك أهميته، طبعا أهميته تفوق مرات وأضعاف مضاعفة حكاية النظافة الخارجية، لو أدرك أهمية المسألة دي إقباله على الصلاة إقبال ضرورة مطلقة، ما فيش فيه، ما لهاش بديل، ما لهاش بديل بالمرة. بيديله نوع من الرضا الداخلي والراحة، ويرجع آخر الليل حس إنه عمل حاجة، فيجيله نفس يأكل ويجيله رغبة في النوم. ودي كلها بتبقى دورة الحياة طبيعية. الإنسان ما يقدرش يعيش أبدا من غير صلة بربه باللي خلقه. إحنا شفنا في حلقة قبل كده إن الإنسان من 60,000 سنة الإنسان البدائي وجدنا إنه كان بيدفن الموتى، الموتى مدفونين في وضع جنيني. وكان ده طقس متبع عندهم، وهو طقس في الدفن يدل على ان هم معتقرين في اخره، وان ده بيتحط في الارض، ده الارض زي الرحم وهو يتحط في وضع جنيني لانه حيتولد من جديد ميلاد اخر في يوم من الايام، وهناك بعث واخره. وشفنا الفراعنه ومصر القديمه من 7,000 سنة فيها العباده وفيها نشيد التوحيد وفيها اناشيد التوحيد، لكن دي حاجه ملازمه للفطره. انا عاوز اقول في النهايه دي مسائل ملهاش دخل بالثقافه، دخل الثقافه خرجت، الانسان تقدم، تكنولوجيا جت، من كل دي مسائل طارئه. لكن الشيء الدائم باستمرار للانسان منذ ان وجد على الارض وهو يعبد، فدي حاجه في الفطره. فأكن الاحساس بالوجود الالهي والشكر، شكر النعمه والسجود للمنعم، دي في الفطره، ودي حاجه النفس بتحتاجها، النفس الروح من جوه. ما يقدرش تعيش من غير الصلة مع النور الأصل اللي جات مني، وما يصحش نقطع الحبل السري ونعيش كده أهل عزلة وأهل عناد وأهل مكابرة. تمام زي ما تيجي تقطع الورقة من غصنها بتأتي النهاية تتفرد وتدبل وتموت. حياة الفطرة كل واحد منا يحاول يبقى حصان، يحاول يبقى عصفرة، يحاول يبقى نملة، يحاول يبقى سمكة، يحاول يقلد الطبيعة، يحاول يقرأ كتاب الكون. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.